بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ما بعد. فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة، درسنا اليوم إن شاء الله تعالى تابع درس أمثلة الإخفاء مع النون الساكنة. أمثلة الإخفاء مع النون الساكنة. أيها الإخوة، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلك الجديد إن شاء الله. وكي نيوان نجبنا نيوان سنجد درس القرآن الكريم دي جيما جانجل القرآن سنجد كم تولو أي كتن تيانا نيوتي لسوا بين حمسي دي تفتلو تفتي لسوا بين كما سوان muy al ikhfa ikhfa bu and ak nun as sakina amon ci ay leçon yo xam ci na xawna jall tuti waye mbok mi ngi ne ñaan bu fekke gan nga ci chaîne bi rek ñi ne ñaan nga abonné di aimer vidéo yi di ko partager ak ñeneen ndax ñal ñi gëna mëna yaatu amsila mithaluhu ma'a an nun as sakina mithaluhu ma'a an nun as sakina mithaluhu ma'a at tanwin في كلمة واحدة في كلمتين على كل حال. بسم الله. سو أن دو سن مي أن دي يا ري هي أم و ك سن دي ها قن ال مو ق أن ط ر أن ط أه ه را ق أو من ط غي ن أ أن ز ل ف إي أن ز ل أل تو أم غو لا من ز كي أي ين سو أن دو سن سن دو سن مي أن دي يا ري هي أم من ديارهم و ك سن دي ها قن و ك سن دي ها قن ال مو ق أن ط ر ت المقنطرة أن ط أه ه ر أن طهر ق أو من ط غي ن قوما طاغين
المقنطرة أن طهر قوما طاغين أنزل فإن ز ل ال تم فإن زللتم غ لا من ز كي أي ين زكيا غلاما زكيا سندس من ديارهم وكأسا دهاقا المقنطرة أن طهر قوما طاغين أنزل فإن زللتم غلاما زكيا سو أن دو سن مي أن دي يا ري هي أم و ك أ سن دي ها قن ال مو ق أن ط ر ت أ أن ط أه ه ر ق أو من ط غي ن أ أن ز ل ف إي أن ز ل ال تو أم غ لا من ز كي أي ين سو أن دو سن سندس مي أن دي يا ري هي أم من ديارهم و ك أ سن دي ها قن وكأسا دهاقا الم ق أن ط ر ت المقنطرة أن ط أه ه را أن طهر ق أو من ط غي ن قوما طاغين
المقنطرة أن طهر قوما طاغين أنزل فإن ز ل ال تم فإن زللتم غ ل من ز كي أي ين زكيا غلاما زكيا سندس من ديارهم وكأسا دهاقا المقنطرة أن طهر قوما طاغين أنزل فإن زللتم غلاما زكيا باقي نيابو ان شاء الله تعالى نيواتي ني نتي بن لسان بي توب ان اريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفيقي الا بالله والسلام عليكم ورحمه الله.